حسام غالي وربنا يسهل، هتشوفوا الايام اللي جايه حاجات كويسه جدا. طيب احمد، برضو فتره انت لعبت قد ايه، كام سنه في النادي الاهلي؟ انا طلعت اتصعدت من الناشئين الفريق الاول سنه 2005، وتأيدت اول مره في افريقيا في 2006 بعد البطوله بتاعت السوبر في اثيوبيا. كان ساعتها كابتن نادر وكابتن عصام الحضري وامير عبد الحميد، وبعد ما رجعوا من البطوله نادر مشي، كابتن نادر مشي، وانا اتأيدت في القائمه الافريقيه وفضلت متأيد. بس انت ما سافرتش السفريه دي معانا؟ لا مع الاهلي يعني. ما سافرتش، لا بس انا اتأيدت بعدها. حتى انا فاكر ان انا خدت المكافاه بتاعت البطوله دي. يعني انا فاكر المكافاه بتاعت السوبر دي انا خدتها، وكانت دي اول مكافاه ليا مع النادي الاهلي، مكافاه كبيره يعني. في اثيوبيا؟ بتاعت اثيوبيا. خدت انا المكافاه دي. لا استنى، انا كنت مقيد في البطوله دي بس ما سافرتش، سافر امير والحضري. وكابتن نادر مشي قبل البطوله. قبل البطوله ما سافرش البطوله. بالظبط، لان انا لما رجعت اخدت المكافاه بتاعت البطوله. ايوه دي حقيقه. ومن ساعتها لحد ما مشيت من الاهلي كنت مقيد في افريقيا لحد ما مشيت يعني. حتى انا فاكر لحظه ان انا اخد قرار ان انا عايز العب القرارات دي بتبقى صعبه يا احمد جدا. بالذات لو انت متربي في النادي او بقالك سنين طويله في مكان، يعني في النادي الاهلي بقالك، انا يعني بقول لحضرتك كابتن، من 2005 في الفريق الاول لحد ما خدت القرار سنه 2018 شهر 1 2018. انت بتتكلم في حوالي 13 سنه في الفريق الاول بس، ده غير الناشئين. فان انت تاخد قرار ان انت تروح مكان تاني وانت مش عارف انت هتروح المكان ده هتعمل ايه وهتتعامل ازاي. هتتاقلم ولا لا، انت عايش طول عمرك في حته، هتروح يعني صعب ان انت تروح مكان تاني. غير اللعيبه اللي هي بتتنطط من نادي لنادي لنادي، فهم متعودين. انا بالنسبه لي لا، كان ده اول نادي العبه بعد النادي الاهلي. فكان قرار صعب جدا. حتى انا فاكر ان انا لما دخلت للكابتن حسام كان الجهاز كله قاعد. احكي لنا الفتره دي برضو، يعني اصل القرارات دي انا عارف انها تبقى صعبه، خصوصا جدا مع حد بقاله اكتر من 20 سنه الحقيقه في النادي الاهلي و بعيد عن كره القدم. كنت بلعب الفتره دي مع كابتن حسام، يعني كان الشناوي اتصاب وانا لعبت ماتش طنطا وماتش سموحه، فانا كنت رقم 2 وموجود، والكابتن حسام كان عايزني. لدرجه ان انا لما رحت قلت له يا كابتن حسام انا جالي عرض من مصر المقاصه، وانا حابب ان انا كنت ساعتها كمان ده اخر 6 شهور ليا، فيحق لي ان انا امضي فري. بس طبعا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. فروحت اتكلمت مع كابتن حسام قلت له انا حابب امشي، وانا ما رضيتش امضي على العقود الا لما اجي واتكلم مع حضرتك واقول لكم قراري. فهو قال لي لا، ساعتها ما رضاش. كابتن حسام قال لك ما ينفعش؟ قال لي لا، وازاي وبتاع، وانت هتجدد زيك زي اللعيبه الكبيره وهتاخد ارقام كويسه وبتاع. قلت له بص يا كابتن، الموضوع مش موضوع فلوس، انا حابب العب. انا نفسيا انا قلت طول ما انا حاسس ان المكان محتاجني انا موجود، لكن انا حسيت خلاص المكان مش محتاجني ومفيش افاده ليا. فخلاص، فانا حابب ان انا اخد خطوه ان انا العب واستفاد، وولادي يقولوا انا لعبت يشوفوني وانا بلعب. فقال لي يعني ده قرارك؟ قلت له ده قرار. قال لي بس انا مش موافق على القرار دوت وبتاع، بس انا يعني انت اديت للنادي الاهلي كتير، فانا لازم اساعدك في اي قرار انت هتاخده. بصراحه يعني كان رده يعني محترم جدا كابتن حسام. والكابتن طارق سليمان بعد ما طلعت من الاوضه زعل مني، قال لي الطبيعي تاخد قرار زي دوت لازم تيجي تتكلم معايا انا اول واحد وانا اقول لك. ونتكلم مع بعض ونشاور بعض. فهو قلت له انا لو كنت شاورتك في القرار كنت الموضوع هيبقى صعب عليا. انا خدت القرار لوحدي، لان انا اصلا وانا باخده لوحدي كان صعب. يعني ان انا اخد قرار ان انا امشي النادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، مش حاجه سهله كده ابيع النادي كده، لا مش لا صعب. فبصراحه كلهم كان يعني رد فعلهم محترم جدا، وقدروا تاريخي مع النادي واللي انا عملته مع النادي، وساعدوني ان انا اكون مرتاح نفسيا يعني في القرار. لعبت مع اجيال مختلفه يا احمد، يعني لعبت مع جيل ابو تريكه وبركات وجمعه وبقيه اللاعبين المحترمين الحقيقه اللي موجودين في هذا الجيل، وبعد كده لعبت مع جيل اخر بعدها، يعني دي كانت في النهايات تقريبا مجموعه اللاعبين اللي انا بتكلم عنهم دول. ايه الفرق ما بين الاجيال من وجهه نظرك يعني؟ بص انا اتعلمت في فرق من ان انا العب وخلاص، وفي فرق بان انا بلعب وبتعلم. انا كنت بلعب وبتعلم مع الجيل بتاع كابتن ابو تريكه وائل جمعه ومع حفظ الالقاب وكابتن بركات وكابتن اسلام وشادي واحمد وكابتن عماد متعب وكل الناس اللي موجوده. لا انا اتعلمت منهم كتير. اتعلمت منهم الاحترام وانكار الذات في الملعب وبره الملعب، اتعلمت منهم ازاي ابقى كابتن وازاي ابقى قائد لما اكبر، وازاي الم الناس حواليا والناس. لا يعني بصراحه كنت كل لحظه جوه النادي الاهلي مع الجيل ده كنت انا بتعلم حاجه. ودي حقيقه فعلا، ومن الناس اللي فرقت معايا جدا في حياتي كابتن حسام غالي والناس اللي موجوده فرقوا جدا في حياتي. جدا، وعلى المستوى الشخصي كمان بره الكوره انا حسيت ان انا اتغيرت كتير.
عن لما طلعت من الناشئين وابتديت اتفرج وابتديت اتعلم وابتديت اشوف. انت وانت صغير بالظبط، انا طالع وانا 18 سنه 17 سنه، فابتديت ابص هما بيعملوا ايه. وانا كان عندي استعداد ان انا اتعلم منهم، وبصراحه كان اي حد اصلا سلوكيا هيبقى يعني مش منضبط او حاجه كان هيخرج بره المجموعه دي. المجموعه دي كانت قافله على نفسها قوي، وكانت يعني قمه الاحترام وقمه الحب لبعض، عشان كده حققوا بطولات في المنتخب وفي النادي كتير. ايه الفرق برضو ما بين الاجيال؟ يعني لازم الناس تبقى فاهمه.